اليسار الإسرائيلي الذي أسس دولة إسرائيل يقول صباحا يوما دائما نريد أن ننسحب من يهودا وسامرة من أجل الحفاظ على الأغلبية يهودية، أغلبية يهودية. سيبي ليفني هي نفسها قالت وطرفت رسميا أنا أريد دولة يهودية. إسحاق رابين قال كل أحلام لا يوجد اليهود مشكلة مع هذا كل الأحلام اليهود في الشرق هذا ليس الموضوع. دعني أقول لك وتذكر ويتكلم على كتاب معينين أو ضباط معينين. الأغلبية في إسرائيل وجزء من العالم كله وجزء من العرب فهم معنا، وبالتالي هذا طبعا موضوعنا أخفر، هذا طبعا موضوعنا منطقيا مبدئيا نظريا. اليسار الإسرائيلي يقول رسميا ننسحب من مناطق من خوفا من فقدان الأغلبية اليهودية. نعم، كن متأكد من ينسحب من الضفة الغربية في نهاية المطاف هو اليمين. اليسار لم ينسحب أبدا من مناطق إسرائيلية، لكن أمر آخر ومن سيناء وطاول. نعم، يريف لافين يقول لك بشكل واضح بأن هذا القانون جاء لتعزيز سياسة التهويد في منطقة الجليل، وأيضا لإطفاء الطابع اليهودي على الدولة، ويساهم أيضا في صد حق العودة. وأنت تصف هذه الدولة بدولة القوية، هل دولة قوية بحاجة للقيام بمثل هذه الأشياء لقانون القومية؟ نعم فراس، وكان واحد الذي تحدث في راديو وقال دولة قوية تستحق لهذا القانون، وأنا أقول له باللغة العربية نعم هي تستحق لهذا القانون، لأن هناك تيارات داخل من فضلك أخ فراس، داخل إسرائيل غير أنت حبيبي، غير الأخ الفاضل عزيزي، بل هناك تيارات داخل إسرائيل تريد أن تغير دولة إسرائيل. مندوبين عرب الذين يتكلمون خارج إسرائيل بارت البلد يعني ضد دولة إسرائيل. أنا خائف من أصوات معينة التي بالاسم الديمقراطية تريد أن تغير الديمقراطية الوحيدة. اقرأ ماذا مكتوب في عند التجمع عند الجبهة الأحزاب العربية. أنا خائف من ذلك، وأنا أعتقد إذا العربي المسلم أو المسيحي وطبعا الطائفة الدرزية الكريمة إذا هي تريد أن تعيش معنا بمساواة كاملة هي تستحق لهذا القانون مثلي أو أكثر مني، لا أعرف بالضبط، لكن هي تحتاج إلى هذا القانون. صح أخ فراس، الشعب اليهودي ما عنده دولة يهودية إذا لا كتير مهم، لا المقولة، لا المقولة، 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 المقولة.